ربنا يكرم. اللي احنا الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب جدا، وهو وقت تضافر الجهود، ووقت ان احنا نقف الهدوء اولا، ووقت ان احنا نبص لما هو قادم. عندنا فترة اعتقد 10-12 يوم يخلونا ننتظر القادم. عندنا خلاص البطولة الافريقية انتهت، نبص بقى للدوري المحلي. الدوري المحلي عندنا فيه بعض المشاكل، لكن ان شاء الله بقى لعبة تبتدي تركز مرة تانية، موسيماني يبتدي يركز، يقعد مع الادارة اللي بالمناسبة من حق اي ادارة في العالم ان هي لما تتغلب في نهائي دوري ابطال افريقيا او اسيا او اي حد في اي ادارة في العالم بيحصل معاها كده، من حقها ان هي تقعد مع المدرب وتسأله ايه اللي حصل. بالمناسبة يعني ده في وسط الكلام، انا معرفش هيقعدوا ولا لا، بس انا بتكلم ان حتى لو ده حصل ده طبيعي يا جماعة، طبيعي. هل من الطبيعي او مش من الطبيعي ان هم يسيبوا الموسيماني كده خلاص كويس؟ لا، انت اخطأت او عندك اخطاء. طب ليه اتغلبنا؟ الناس تفهم احنا ليه اتغلبنا، وجهة نظر المدير الفني يعني. طبيعي جدا، وبناء عليه المباريات القادمة والتحضير للمباريات القادمة، وهو الاهم في كل شيء، التحضير للمباريات القادمة في الدوري هو المهم دلوقتي. كلنا ورا بعض، كلنا ماسكين في ايدين بعض، كلنا هنفضل واقفين علشان كبوه وعدت. كبوه وعدت. امبارح انتهت المباراه. هنبدا نقطه ونبدا اللي جاي. هو ده النادي الاهلي، اتعلمنا كده في النادي الاهلي بالمناسبه. ان خلاص انتهت، نقفل ونقطه واللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي اصعب من اللي فات. اللي جاي اصعب من اللي فات، لانه الكل بيحضر ان هو عايز، ومن حقهم طبعا فنيا واداريا وكل شيء، ان كل الانديه نفسها تلعب بطوله افريقيا وتكسب بطوله افريقيا، لان النادي الاهلي. وانا حذرت بالكلام ده قبل المباراه، ويمكن ناس كتيره كانت بتقول لي اسلام يعني بقى الموضوع لا، الموضوع هو واضح. احنا في 2007 لم يحدث ان فاز النادي الاهلي وعلى ارضه ووسط جمهوره، ولم يستطيع النادي الاهلي بسبب التحكيم الغير عادل في 2007 من عبد الرحيم العرجون. انا كنت اتشرف بان انا موجود في الملعب. في 2022 نفس الموقف تقريبا، ولكن بشكل اخر وباسلوب تاني. فكل اللي حضراتكم شايفينه ده يجب ان ينتهي، ويجب ان يتوقف الفساد. وده عكس الكلام اللي بيقوله الاستاذ فوزي. كان الفتره السابقه فيها طبعا ما في حاجه ما فيهاش فساد، اكيد كان في فساد انا ما اعرفش، لكن لم يكن كان بيتدارى الفساد، كان بيتدارى كده، يقعد تلاقيه بيتدارى وبيروح يمين وبيروح شمال، لكن ما كانش في تفصيل للبطولات، ما كانش في ترزيه للبطولات، ان اصل السنغال انسحب، واصل مش عارف مين دخل ومين عمل، ولا بالعكس مشاهده وبتاع.